اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انا كنت جبت لكم فيديو قبل كده بقى المدرسه الفظيعه اللي احنا كنا شفنا كل المحتويات بتاعتها. النهارده بقى هنركبها مع بعض ونشوف نقدر ان احنا نركبها ازاي. واو، دي شكلها فعلا حاجه جامده جدا. بصوا بقى المدرسه عباره عن ايه. بصوا دي كبيره جدا جدا جدا، دي كل المحتويات بتاعتها. اول حاجه بقى هنا عندي هنركب السبوره، هنحط بقى الجزء ده كده والجزء ده فوقيه. اوكي، بعد ما ركبناها بقى كده هنجيب بقى القلم ونحطه بقى عليها ونجربه ونشوف يا ترى نقدر ان احنا نلون عليها ازاي. الله، بصوا دي سبوره شكلها كبير قوي، وممكن بقى احنا نحطها في كذا ليفل. هي في 3 مستويات، محطوطه في الليفل الاولاني ده القلم اللي معاها. نكتب بقى على السبوره كده، الله، ممكن نكتب عليها سبيل مت مير، يعني العب معايا بدي قناه الاطفال. اوكي، وبعدين ايه يعني نقدر ان احنا نجيب بقى الايه البشاره ونقدر ان احنا نمسحها بالتباشير طبعا، ونقدر ان احنا نشيل الايه الكلام ده كله. واو، دي سبوره فعلا جامده جدا، هنحطها بقى كده. وبعدين نحط بقى كرسيين كده. اوكي، وكده نجيب بقى الترابيزه. بصوا هنا بقى دول 4 كراسي، فاضلي بقى الديسك بتاع الاطفال. هنركب بقى الديسك ده كده اهو، ده برضو بقى من الناحية التانية. ده كده اول ديسك احنا ركبناه. نركب بقى تاني واحد، نركب بقى جزء ده كمان كده. اوكي، بشوف بس ازاي بتركب كويس. بصوا هيركب بقى كده. اوكي، طريقة سهلة. ركب بقى الجزء ده من فوق كده، نكون خلصنا الديسك الاولاني. نركب بقى برضو تاني بنفس الطريقة. اهو برضو ركبناه، شكله بقى جامد قوي. اوكي، فاضل لي بقى احط الحاجات اللي عليه. هنا بقى دي الاقلام بتاعتهم، هنحطها بقى كده على الديسك من قدام. هي كده حطينا بقى كل الاقلام. هنا حطينا بقى كل واحد عنده قلمين. وبعدين بصوا بقى حطينا الكراسي وحطينا السبورة كده. بقى ناقص لي ايه؟ بصوا دي بقى شنطة الظهر بتاعتهم، ونحط بقى فيها المحتويات دي كده. بصوا شكلها جامد ازاي، نلبسها بقى على البنوتة كده من ظهرها. ونلبس بقى برضو الولد نفس الشنطة، نعمله بقى شنطة تانية هو كمان. نحطها بقى على الايه على التيشيرت بتاعته من ظهره من ورا. يكون احنا بقى لبسناه الشنط. وعندي بقى بصوا ده الجيتار بتاع اللي هي حصة الموسيقى، وعندهم برضو آلة تانية. بصوا ده، الله، مش عارفة ده اسمه ايه اللي هو بيشخلل ده، نحطه بقى كده هنا. ودوت هنا بقى دوت بتاع الدرمز، الله، ده فان ده اللي هو اللي هو بيتحط كده بتاع الساكسفون. نحطه بقى كده، نحط بقى عليه الستيكر. بصوا هنجيب الستيكر اللي فيها مش عارفه اسمه، انا يعني مش عارفه الاداه الموسيقيه دي، لو انتوا عارفين اصحابي قولي لي بقى في الكومنتات دي اسمها ايه. هي هنحطها بقى كده عشان يقدروا ان هم يلعبوا عليها.
وبعدين بصوا ده بقى اللي هو زي الدرمز، ده بقى يطبلوا عليه. كل ده بقى في اوضه الموسيقى، هستخدم الحاجات دي كلها، الادوات دي كلها، شكلها جامد جدا. انا عن نفسي انبسطت بيها قوي، اهي بصوا عامله ازاي، ركبوا كده الاتنين عاشق ومعشوق في بعض. وهنا بصوا بقى ده الفولدر بتاعهم في المدرسة، هنحط بقى كده الستيكر عليه عشان يكتبوا عليه المعلومات بتاعتهم، ده عبارة عن ايه ويستخدموه في ايه وكده. نحطه بقى كده على جنب. بصوا بقى الشنطتين دول كمان، هنحط برضو على بقية الفولدرز بقى الستيكر دي كده. واو بصوا شكله جامد ازاي، الله. نحط بقى الستيكر التانية هنا، اوكي نكون بقى ايه رتبنا الفولدرز بتاعتهم، نحطهم بقى كده في الايه في الفصل. يكون بقى كده فاضل لي ايه، بصوا دي السبورة، الله. بص بقى دي كمان الحاجات الاجزاء بتاعت السبوره اللي ناقصه، نقدر احنا نحط بقى فيها القلم، ونحط بقى الناحيه التانية هنا البشاره اللي نمسح بيها السبوره. اوكي ليه سفنج دي كده عشان نقدر ان احنا نكتب على السبوره. بعدين فاضل لي ايه بقى، يا ترى الجزء ده ايه بيركب بقى فيه كده. دي هنا بقى الادوات بتاعت المعمل بتاعت حصه الكيمياء. هنا بقى في تيست تيوب اللي هي انبوبه الاختبار، نحطها بقى كده هنا عشان يقدروا هما بقى يختبروها بقى لو عندهم بقى ايه ماده الايه الكيمستري، يقدروا ان هما يشتغلوا ويتعلموا عليه. هم حطيت بقى كده الانبوبه بتاعه الاختبار، حطينا بقى كده الاثنين، ودي واحده ثالثه. دي بقى كده بقت جاهزه عشان حصه الكيمياء، ونحطها بقى كده قدام. واو بصوا بقى ده كده نحطه ورا، وكده اكون بقى دول بقى كتب هنحطهم بقى كده على الايه على الديسك. وكده نكون ايه حطينا كل الاجزاء بتاعت الايه المدرسه الفظيعه اللي عجبتني قوي، الفصل بتاعها الرهيب، والدرمز دي كمان عجبتني جدا عشان اوضه الموسيقى. نشوف بقى هنا في ستيكرز نلزقها عليها اهو. بصوا كده نكون بقى ايه حطينا كل الستيكرز اللي عندنا، وزينا الفصل كله. واو دي شكل المدرسة بالفصل الفظيع ده، جامد جدا جدا جدا، انبسطت بيه قوي وعجبتني جدا الفكرة بتاعتها، بالكراسي بالديسكات بحصة الموسيقى بالكيمستري بكل الحصص، بجد كانت لعبة حلوة جدا من بلاي موبيل. ده يوم واحد في حياة الايه الطلبة في الفصل في المدرسة، فعلا دي لعبة جامدة جدا. اتمنى اصحابي ان هي تكون عجبتكم، بليز بقوليلي رأيكم بقى فيها في الكومنتات. وطبعا القناة العاب الاطفال هنجيب لكم بقى لعبة تانية كتير نركبها مع بعض، هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي ايه رايكم في اللعبه الفظيعه قوي دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.